عادة ما كنا نشاهد في أفلام الخيال العلمي البطل يطير في السماء بارتداء مجموعة من المعدات. في الواقع قد جلبت شركة التكنولوجيا الأمريكية هذه المعدات إلى معرض دبي للطيران هذا العام، وأطلقت عليها اسم حزمة الطائرة. قيادة الطائرة هذه بسيطة جدا، يمكنك أن تطير بسهولة وتصل إلى مكان ما. المروحية نفسها لا تستطيع الوصول إليه. في المستقبل يمكن استخدامها في أحدث استجابة للطوارئ مثل مساعدات طبية وكوارث طبيعية وأمن الحدود، ويمكن أن تلعب دورا مهما. هذا جهاز محاكاة مصمم خصيصا لتدريب سائق حزمة طائرة. إنها تبدو بسيطة، لكن عملية القيادة هذه ليست سهلة، ولتكون سائقا لها لا تحتاج للحصول على رخصة طيران فقط، بل لتدريبات صارمة لمدة 3 أسابيع كذلك. هذا ويبلغ سعر هذه الطائرة حوالي 200,000 دولار أمريكي، ولكن لا تزال تجذب انتباه حكومة دبي، وقد تقدمت القيادة العامة للدفاع المدني للإمارات بدبي بطلبيات لشراء عدة أحزمة طائرة لمواجهة الحريق في الأبراج العالية وأعقاد وغيرها من حالات الطوارئ الأخرى. دبي كما تعلم تتميز بالأبراج العالية، الأبراج العالية تتطلب نوع من الحرفية في التعامل. هنالك ليست بصعوبة ولكن تحدي نحن كرجال الإطفاء والإنقاذ في الوصول إلى هذه الأبراج. هذه الطائرات سوف تزود بكاميرات حرارية. الكاميرات الحرارية لما تسمى باللغة الإنجليزية Thermal Imaging Cameras تخدمنا في معرفة